سنوات مع لاتسيو إلى صفوف فريق نادي الإنتر، وهنا بقى المشاعر يعني لا شك يأتي في فريقه هذا الهدف عن طريق اللاعب البرتغالي برانينيو. أمامنا العمل الرأسية والمتابعة كانت من جانب اللاعب جوزيبي بيافا اللي بيسدد هذه الكرة في المرمى، ويتقدم لاتسيو بعد مرور دقيقتين وبتشكيلة هي في حراسة المرمى اللاعب والحارس بريشا، في خط الظهر كل من بيافا اللي امامنا اللي جاب الهدف وديس ولعب كان في بايده، لان الفوز في اللقاء اليوم ولقاء كييفو يحسم تماما للانتر التاهل، وممكن التعادل التعادل. رودريجو فالاسيو امامنا هنا الارجنتيني الذي يابى ان تنتهي هذه الليله دون الاحتفال بخافيير زانيتي، ياتي بالتعادل في الدقيقه السادسه. الكره الجميله قوي من فالاسيو امامنا هنا اللي تقدم ويسجل هدفه رقم 16 في 37 مباراه، 36 منها كلاعب اساسي ولقاء وحيد كلاعب بديل، وادي امامنا يعني شوف التشجيع من زانيتي وايضا من دييجو ميليتو. كره مبرره حلوه قوي، كره مبرره الحقيقه من كوفاتشيتش امامنا اهو اللي مرر الكره اللي بالمقاس، يشوف حلوه قوي من كوفاتشيتش. يا سلام يا سلام على الكره، يا سلام على الكره، رقم 10 رقم فيسلي شنايدر، لقب طبعا النجم الهولندي شنايدر. وامامنا اهو يا ولد يا ولد على الكوره، يا ولد على التمريره، يا سلام يا سلام على التحيه لمين؟ التحيه لكوفاتشيتش اللي مرر الكوره لايكاردي. الكل يتوجه، الكل يذهب الى هذا النجم الكبير ارجنتيني جديد، هو اللاعب ماورو ايكاردي، يعانق الكابيتانو، يعانق صاحب الرقم القياسي 145 مباراه مع منتخب التانجو ومنتخب الارجنتين، لكن النهارده اللي في مزاجه حلو قوي، اللي عمل التمريره الجميله، اللي عمل الاسيست الرائع هو اللاعب كوفاتشيتش. ولكن ايكاردي هدفه التاسع هذا الموسم، لكن شوف التمريره الحلوه، بص شوف كوفاتشيتش يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب بوجه القدم الخارجي يطلع دفاع نادي لاتسيو، راح في خبر كان. وامامنا هنا بقى التمريره اللي ايه اللي بالمقاس اللي بالمسطره، معموله جميله جدا من ماتيو كوفاتشيتش، التمريره هديه، عمل واحده لبالاسيو وسجل منها التعادل في الدقيقه 7، وعمل التمريره الجميله القاتله في الدقيقه 35 اللاعب ايكاردي. ايكاردي امامنا هنا ينجح في نادي الانتر ان يسجل 2-1 الانتر عن طريق اللاعب ايكاردي في مهرجان الهبوط. كييفو 30 ساسولو 31 بقى الصراع الكبير، لكن الانتر متفوق 2-1 بعد ما تقدم لاتسيو بهدف بيافا. عادله اللاعب بالاسيو ويسجل بالاسيو الهدف الثاني ليه في هذه الليله والهدف الثالث. ادي امامنا هنا لاتسيو في هذه اللحظات يعاني ناجا توبو يصنع هذه المره، وبالاسيو يسجل لانها بالفعل هي ليله خاصه، هي ليله خافيير زانيتي، ويسجل هدفه رقم 17 هنا في هذه الامسيه هذا الموسم النجم رودريجو بالاسيو، النجم اللي سجل في لقاء اليوم من خلال هذا الاداء الرائع. الكل يذهب للعناق، الكل يذهب الى النجم الكبير نجم الانتر والرمز في نادي الانتر، هو رايح لدييجو ميليتو راح ليهم كلهم، بالاسيو يسجل. لكن بص شوف ناجاتوبو، وفين الدفاع؟ فين الفارو جونزاليس؟ فين بيافا؟ وادي امامنا هنا حرك حلو قوي ايكاردي، خد معاه ديس وفضى الطريق لبالاسيو حطها على طول. وبقول لحضرتك كوفازيتش جراندي كوفا وبطل الشوط الثاني، اعتقد اذا اتفق معي الجميع في الشوط الثاني هو الحارس هاندانوفيتش، وهذه لحظة تسجيل إرنانز الهدف الرابع الذي